فاقرا الخبر النهارده. البدايه مع نهارك زملكاوي، وقرر الجهاز الفني للفريق بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون نقل مران الفريق الجماعي النهارده لملعب دريم بمدينه السادس من اكتوبر. كمان المدير الفني قد منح لاعبي راحه امبارح من التدريبات بعد عوده البعثه الفريق من انجولا، طبعا بعد مواجهه ساجرادا الانجولي في الجوله الثانيه لمباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بيستعد دلوقتي الزمالك لمواجهة الوداد المغربي المهمة جدا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر ليها يوم السبت الجاي الموافق 26 فبراير الجاري بالدار البيضاء. بعد بكره كمان باذن الله هتغادر القاهره بعثه الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك متوجهه الى المغرب من اجل خوض لقاء الوداد المغربي المقرر ليه يوم السبت الجاي في الجوله الثالثه لدور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. كان من المفترض ان تغادر البعثه الى المغرب طبعا عن طريق انجولا بعد لقاء ساجرادا، لكن فضل الجهاز الفني العوده للقاهره مره ثانيه وخوض التدريبات هنا في القاهره حتى يوم الاربعاء الجاي طبعا، وهو موعد السفر للمغرب ان شاء الله. كمان كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جهازه المعاون بإعداد تقرير مفصل عن مواجهتي الوداد المغربي السابقتين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واللي طبعا كانوا أمام بيترو أتلتيكو وساجرادا، طبعا ده من أجل التعرف أكتر على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بفريق الوداد المغربي من خطط لعب أبرز اللاعبين كمان عندهم. بناء عليه هيتم الإعداد بأفضل شكل لمواجهتهم يوم السبت الجاي بالمغرب بإذن الله. كمان قام البرتغالي فرناندو مخطط الأحمال بالفريق بإعداد برنامج تأهيلي وبدني خاص للاعبين هيتم البدء فيه طبعا النهارده يوم الاثنين على هامش التدريبات اللي هتقام بملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة الوداد المغربي. طبعا ده بيجي من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا بعد إرهاق السفر من أنجولا للقاهرة والعودة بعد لقاء ساجرادا واللي استغرقت أكتر من 6 ساعات، كمان علاج الإرهاق العضلي بسبب الرطوبة اللي كانت متواجدة في أنجولا خلال الأيام اللي تواجد فيها الفريق في أنجولا. خلونا نختم نهارك زملكاوي مع قرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة دكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني لعمل فحوصات طبية ومسحة للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد الفريق خلال الوقت القادم. طبعا ده بيأتي من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع بعد العودة امبارح من أنجولا، طبعا كمان عشان يمنع حدوث أي شيء يكون محل للصدفة استعدادا للمواجهة المهمة أمام الوداد المغربي يوم السبت القادم، وده دايما الجهاز الطبي بيعملوا قبل أي مباريات طبعا مهمة.